كالعادة أرجو يا أخواني يا أخواتي دعم الفيديو بلايك حتى يصل إلى أكثر عدد من الناس، وحتى نجيب أو نجعل من الباحثين يعني يقدمون صورة أو يقدمون قراءة وبحث بخصوص هذا السؤال المهم اللي دائما ما كان يشغل بالي: من الذي قتل عائشة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد وفيديو مهم جدا بلسان أو بتحقيق الباحث حسن حجازي يجيب على هذا السؤال اللي دائما ما كنت أطرحه على نفسي، ودائما ما يتردد بأذهان العامة: من الذي قتل عائشة؟ هل عائشة ماتت يعني بشكل طبيعي؟ هل عائشة ماتت بشكل أو بآخر، بقتل، بتدبير؟ من الذي قتلها؟ وكان عندي يعني إحساس أن الذي قتل عائشة هو أحد الصحابة. لماذا هناك تستر على هذه الحادثة؟ لأن أحد الصحابة قتلها. فالآن الباحث حسن حجازي سيذكر مجموعة من الأمور ومن المصادر أرجع لها أيها الأخ، لا ليس مجرد أنت لا تخلي فقط وفقط يعني بإذنك طين وبإذنك عجين وبإذنك ما أعرف تسد إذنك وما تسمع الحق وتسمع الحقيقة. نعم معاوية قتل عائشة، نعم معاوية رضي الله عنه وأرضاه قتل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذه العقيدة اللي أنت تنتمي إليها بخصوص أن معاوية رضي الله عنه وأن عائشة رضي الله عنها يجب أن تتخلص منها، أو يجب عليك أن تقول أنا أترضى على عائشة لكن أرفض معاوية. فلا يمكن أن تترضى على القاتل والمقتول بنفس الوقت، وهذا كلام دائما ما نكرره عسى أن يفيد. تفاصيل أكثر بكلام الباحث حسن حجازي، والذي سيذكر كيف قتل محمد ابن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. نستمع ونعقف وخليكم على الفيديو. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لعل البعض لم يسمع لا يعرف أن معاوية بن أبي سفيان قتل عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظ يا أخي، الملك، حب الملك، حب السلطة، كما قال هارون الرشيد لولده المأمون: لو نازعتني أنت على هذا المقام لأخذت الذي فيه عيناك يا بني إن الملك عقيم. يذكر أقرأ من كتب أحبائنا أهل السنة في البداية والنهاية لابن كثير جزء 8 صفحة 123، يقول: وفي زيارة معاوية للمدينة لأخذ البيعة لابنه يزيد. الله أكبر، لابنه يزيد. يقولون: لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟ جاء معاوية يأخذ البيعة ليزيد. الله أكبر، مع وجود الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة باتفاق جميع المسلمين، باتفاق جميع المسلمين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي حديث يذكره الصواعق لابن حجر، الحافظ ابن حجر الهيثمي في الصواعق: وأبوهما خير منهما، والنبي هو المتكلم لا يشمله الأمر. مع وجود الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفي الجنة لا يوجد كهول، يعني كل من يدخل إلى الجنة من آدم إلى يوم القيامة باستثناء محمد وعلي، الحسن والحسين سيدا له، ومن لم يكن الحسن والحسين سيدا له فهو ليس من أهل الجنة. وجاء معاوية يأخذ البيعة لابنه يزيد. لاحظت يا أخي لماذا تأخر المسلمون؟ وفي زيارة معاوية للمدينة لأخذ البيعة لابنه يزيد عارضه الكثير من الصحابة لفسق يزيد وجهله، فأمر بقتل عبد الرحمن بن أبي بكر. عجيب، هذا معاوية تسلط على عائلة أبو بكر، تسلط على عائلته، حيث قتل محمد بن أبي بكر في مصر. محمد بن أبي بكر كان واليا لأمير المؤمنين علي على مصر. فجاء عمرو بن العاص قائد الجيش عند معاوية ودارت معركة حربية بينه وبين محمد بن أبي بكر. انتصر عمرو بن العاص على محمد بن أبي بكر فألقى القبض عليه. وماذا فعل به يا أخي؟ لا تستغرب ماذا يفعلون في هذا اليوم، كل ما يفعلوه في هذا اليوم
أخذوه عن الأوائل، أخذوه تعلموه عن الأوائل. جاء عمرو بن العاص، هذا قرأته في كتاب عبد الفتاح عبد المقصود، مصري سني، أستاذ مصري سني، يقول: فجاءوا بمحمد ابن أبي بكر وهو حي، وشقوا حمار ووضعوه في بطن الحمار في جوف الحمار، ثم أحرقوه بالنار وهو حي. الله أكبر. ثم أحرقوه بالنار وهو حي. الله أكبر. يا أخي يحرق وهو حي، على كل حال الله أكبر. فعائشة زوج النبي كانت حاقدة على معاوية لأنه قتل أخاها محمد بهذه القتلة التي تشمئز منها جباه الوحوش، جلود الوحوش تشمئز. رجل وهو حي يضعوه في جوف حمار ويحرقونه وهو حي. فأمر أيضا بقتل عبد الرحمن، يقول هنا في البداية والنهاية لابن كثير: فأمر معاوية بقتل عبد الرحمن بن أبي بكر وأخته عائشة. لماذا؟ حتى يتخلص منهما، حتى لا يحرضان عليه. ولكن أمر بقتلهما غيلة، غيلة كما قتلوا أمير المؤمنين علي غيلة. معاوية هو الذي دبر قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في محراب الصلاة. لفقوا قصة أنه جاء عبد الرحمن ملجم وأحب فتاة وما شاء، قصة ملفقة. هو الذي دبر هذه المؤامرة هو معاوية. وإذا قيس بن سعد بن عبادة يخاطب معاوية يقول: يا معاوية، في شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرلا أجمعين. يقول: يا معاوية، أنت الذي قتلت علي بن أبي طالب. على كل حال، وفي الطبقات الكبرى جزء 8 صفحة 77: وقتل معاوية عائشة بحفر بئر لها، وغطى فتحة البئر عن الأنظار. عن الأنظار معاوية يعني جعل حفيرة كبيرة، فمرت عائشة وقعت فقضى عليها. كتاب حبيب السيار غياث الدين صفحة 425. وقال صاحب المصالد، كتاب المصالد: كان معاوية يأخذ البيعة ليزيد في المدينة، معاوية يأخذ البيعة لولده يزيد. فقالت عائشة: هل استدعى الشيوخ لبنيهم البيعة؟ أي هل أوصى أبو بكر لابنه بالخلافة؟ هل أوصى عمر لابنه بالخلافة؟ قالت له عائشة لمعاوية: هل استدعى الشيوخ لبنيهم البيعة؟ أي هل أوصى أبو بكر وعمر لأبنائهم؟ قال: لا. قالت: فبمن تقتدي أنت تريد أن تعين يزيد خليفة؟ بمن تقتدي؟ فخجل معاوية وهيأ لها حفرة فوقعت فيها وماتت. وللتغطية على قتل عائشة، على اغتيالها، أشاع الأمويون بأنها أمرت أن تدفن ليلا، كما جاء في تهذيب الكمال والطبقات الكبرى صفحة 77. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أيها الأخ العزيز، نعم أيها الأخ العزيز الذي تسمع لهذه المعلومة لأول مرة، راجع المصادر التي ذكرها. إذا كانت أكو مشكلة بأنه أكو يعني مثلا شيء ضعيف بكون معاوية لم يقتل عائشة، فالثابت والذي لا يختلف عليه شخص أن معاوية قتل محمد بن أبي بكر، فلماذا لا تثور لهذه الشخصية وهو ابن 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 الخليفة عندكم؟ ولكن لأن هذا الشخص عنده ميل وعنده محبة وعنده ولاء للإمام علي عليه السلام، فأنتم ولا حتى تذكرونه. فمحمد بن عبد بن أبي بكر قتل معاوية وقتل أخته عائشة. فهل ستفكر بعد هذا الفيديو وبعد كلام الواحد حسن حجازي أو لا؟ نترك الحكم لك أيها الأخ المنصف الذي إن شاء الله تبحث عن حقائق دينك. وفي أمان الله.